رب في الخبز بارك الله فيك. وي خويب اتروي تروي مشات 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 يا ربي السلام يا ربي السلام يا ربي السلام هذا نطيح شمسك جات 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 السلام عليكم اصدقائي، فيديو جديد واليوم جديد كما شفتوا اخوتي الفيديو في البدايه الفيضان اوديه كما شفتوا الفيديو في البدايه بارطاجينا معكم هذه الاوديه كل منطقه تيرودنت ورززت الرشيديه هاد الامطار غزيره غادي نهضروا عليها اللي عليكم هو تبع الفيديو من البدايه حتى النهايه اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس باش يوصلكم دائما الجديد ديالي طلب بسيط بغيتكم اخوتي تساعدوني باش نوصل القناه ديالي 200 الف مشترك اي واحد اول مره كيشاهدني اللي عليك هو تشترك في القناه وبارطاجي مع اصدقائك فيسبوك والواتساب صراحة أخوتي أمطار غزيرة عاصفة رعدية من جديد في المغرب اليوم الخميس هادشي اللي اكتشفنا هاد الأخبار الجديدة قررنا باش نشارك معكم بعض المدن في المغرب غدا عفوا اليوم غادي تكون فيهم العاصفة رعدية يقدر غدا حتى هو غادي تكون فيهم أمطار قوية أمطار غزيرة حذاري ثم حذاري من الويدان حذاري من العاصفة الرعدية كما شفتم هاد الويدان اخوتي هاد الويدان كل منطقه اكتشفنا وادي ورزازات خطير بزاف كذلك وادي الرشيديه اللي هاجم على الحافله بواحد الطريقه خطيره بزاف شفنا وادي تيرودنت اللي سبب المشاكل كثيره خاصه الساكنه وهادشي كاع اخوتي هاد الفيضان قررنا باش نشارك معكم هاد الفيضان هاد الاوديه اللي خطيره بزاف بعد الناس كيكتشفوا هذا المحتوى بعد الناس يعجبهم الواد يكتشفوا ويتفرجوا فيه وداكشي علاش طاحت عليا هذه الفكره باش نشارك معكم هذه الاوديه جمعت لكم بعض اللقطات ديال الويدان باش حتى نتوما تكتشفوا كل اكثر من هذا النيفو اللي شفتوا
في الفيديوهات الاولين خصوصا الاسبوع اللي داز شغادي نقول لكم تبارك الله وصلنا اعلى المشاهدات. هادشي كامل هاد سر النجاح تبارك الله بالفضل ديال الناس والناس اللي كيتفرجوا في هاد السيور كيتفرجوا في هاد الفيضان بالفضل ديال هاد الناس اللي اختاروا القناه ديالي باش يتفرجوا فيها وبارطاجوا لي هاد الويدان في نفس الوقت طلعوا المشاهدات. هذا هو النجاح على حسب هاد الفيضان. ولكن من بعد داز الفيضان اخوتي المشاهدات نقصوا بعد الناس توصلوا معايا. ما هو السبب السي بيزلك نقصوا المشاهدات في هاد الفيضان مؤخرا تقريبا دابا يومين ولا 3 ايام نقصوا المشاهدات؟ السبب قلت لكم المشماش اشحال ديال الوقت عنده الا 7 ايام بحال هاد الطريقه. قلت لكم مثلا الفيضان مثلا اليوم كاين العاصفه رعديه يقدر المشاهدات يطلعوا ربما يومين ولا اسبوع كله امطار غزيره كله عاصفه يقدر نرجع من جديد في النيفو وفي المشاهدات. ولكن ملي كتدوز العاصفه حاليا الاجواء في المغرب من طنجه الى الكويره العزيزه ولا قطره طايحه في السماء لا حتى حاجه. اذا النيفو غادي يطيح والمشاهدات غادي يطيحوا في هذا الويدان وفي هذا الفيضان. دابا وضحت لكم. وبالنسبه اخوتي اليوتيوب دائما جديد دابا اي حاجه جديده تطلع فيها في المشاهد ماشي كل واحد وخدمته كل واحد كيفاش كيشتغل. هاد الطريقه اخوتي على حسب نقص المشاهدات في هذا الفيضان خصوصا هاد اليومين هادي نقصوا المشاهدات. السبب ما كاينش الفيضان ولكن ربما كاين الفيضان وكاين امطار غزيره يقدر نرجع من جديد اكثر من هذا النيفو باذن الله بحول الله. الحمد لله حققنا 100,000 مشترك. الحمد لله حققنا اش غادي نقول لكم اكثر من مليون مشاهده في الفيضان. شي حاجه رائعه جدا. شكرا بزاف على الدعم ديالكم على المساعده ديالكم وصلتونا 100,000 مشترك. وقررنا باش نشاركوا معكم هذا الفيضان من جديد. هذه اوديه كما قلت لكم هو ديال الرشيديه هو ديال الورزازات هو ديال ترودا انتدان. هذه الاوديه كامل قررت باش نبحث عليهم جديد. ونتمنى هذا الفيديو يعجبكم ونتمنى ينجح باذن الله. كما قلت لكم امطار غزيره حاله الطقس باين وبعد المدن في المغرب غادي تكون فيهم عاصفه رعديه قويه. وهادشي اللي كنتمنى ان شاء الله ونتمنى الفيضان يعود من جديد ان شاء الله باذن الله ونشتغلوا. هادشي اللي كنتمنى بحول الله غير هضرت فقط. الله يجيب الصحه والسلامه الله يحضر السلامه. فيضان خطير كيسبب المشاكل عاصفه رعديه كتسبب بزاف ديال المشاكل. نتمنى الصحه والسلام. هادشي اللي كنتمنوا اخوتي اي حاجه جديده على الفيضان غادي نبارطاجيها معكم. اي حاجه على شي واد جديد غادي نبحث ونقلب اي واد جديد بحثت عليه ولقيتكم غادي نشاركوا معكم باذن الله. اللي عليكم هو تشتركوا في القناه وفعلوا الجرس باش يوصلكم دائما الجديد ديالي ديال الاوديه. حاليا اخوتي شنو نقول لكم حنا كنتواجدوا في مدينه كولميم الاجواء عاديه ما عندنا امطار غزيره ما عندنا حتى حاجه. ولكن اي منطقه في الشمال في اي بلاصه في مدينه اكادير ممكن الرشيديه والرزازات المهم اي منطقه فيها العاصفه الرعديه ولا فيها الفيضان غادي نبارطاجيه معكم باذن الله. اشتركوا وفعلوا الجرس باش يوصلكم دائما الجديد ديالي. طلب بسيط اخوتي بغيتكم تساعدوني باش نوصل القناه ديالي 200,000 مشترك. طلب